السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي المتتبعين. اليوم إن شاء الله موضوع جد مهم اللي هو تغيير رخصة السياقة في فرنسا، إيشونج دو بيرمي إترونجي كونتر أن بيرمي فرونسي. بزاف ديال الناس هنايا يعني عندهم مشاكل في تغيير رخصة السياقة. اليوم إن شاء الله غادي نهضر لكم على الشروط باش تغير السياقة الفرنسية. الشروط واش إلا كان عندك مثلا بوالوغ واش غادي يعطيوه لك ولا لا، وشنو هما الأوراق الوثائق المطلوبة. كل هذا الشيء إن شاء الله خوتي غادي نحاولوا نشرح لكم يعني في هذا الفيديو هذا. كيف ما قلت لكم اخوتي يعني في مقدمة الفيديو، الموضوع ديال اليوم هو البيرمي. اللي خصكم تعرفوا اخوتي هو يعني بالنسبة يعني الجديد في البيرمي هو انه ما بقاش دابا يعني كتدير ان دوسي وكتصيفطو للبريفكتور باش يعطيوك هذيك الورقة باش ديبو الدوسي باش تسوق بيها، لاتيستاسيون دو ديبو دو دوسي باش تسوق بيها. دابا ولاو كلشي كيدوز باغ انترنيت اونلاين. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا التوضيحي ان شاء الله غادي نشرح لكم كيفاش تبدلوا رخصة السياقة، كيفاش تعرفوا واش راه البيرمي ديالكم مقبول ولا لا، كيفاش غادي. المهم جميع الشروط ان شاء الله نبداو اخوتي ندخلوا ان شاء الله عن طريق جوجل. غادي نديروا يعني نبداو من الاول اخوتي، نبداو من الاول كنكتبوا ايشونج دو بيرمي اون فرانس. انا كيما كشتوها كندخلوا للموقع الرسمي. خصكم دائما اخوتي بقا تمشيو للموقع الرسمي، ما بقاش تمشيو لدوك المواقع اللي غادي تلقاو فيهم يعني هاو يعني كيقول لك كي دوا ايشونجي سون بيرمي دو كوندوير. كاين شي ناس هنايا يعني كيك مثلا اللي ضروري خصهم يشونجيو البيرمي ديالهم، كاين ناس ماشي ضروري يشونجيو البيرمي ديالهم. بحال اش اخوتي؟ بحال الناس اللي ساكنين في الاتحاد الاوروبي اخوتي، هادو غير مطالبين بتغيير رخصه السياقه. تاني حاجه اخوتي اللي جا مثلا توريستيك، اللي جا توريستيك يقدر يسوق بيرمي ديال البلد ديالو في ديك المده ديال المسموح بها ديال يعني الاقامه ديالو في البلد يعني البلد اللي جاي له سياحه. ثالث حاجه اخوتي الطلبه، طلبة يعني بما انه جاي طالب مع في هذيك المده ديال السيجور ديالو هنايا او يعني او كور ديال هذاك لي زيتود ديالو، عنده الحق يسوق بالبيرمي مغربي بدون انه يطلب شي وثيقه ولا شي حاجه. ندوزو للحاجه الثانيه هي كونديسيون اغومبلي. خليكم معايا اخوتي باش تفهموا مزيان لي كونديسيون. ندخلو نبركو على كونديسيون، يعني البيرمي ديالك يعني اتر اون كور دو فاليديتي، يعني البيرمي ديالك يكون مازال صالح. افوار ايتي ديليفري بار لو بي دون لوكيل فو زافي فوتر ريزيدونس نورمال افون دو فو انستالي اون فرانس. يعني البيرمي ديالك يكون معطي من ديك الدوله اللي كنتي ساكن فيها. الا كنتي غير ريزيدون مثلا بحال كنتي مثلا مغربي وساكن في شي دوله مثلا الامارات ودوزتي فيها البيرمي في الامارات ولا السعوديه مثلا، لا كتجيب لهم الاقامه ديال ديك البلد. avoir été délivré par un état pratiquant la réciprocité d'échange de permis avec la France. هذا البيرمي ديالك خصو يكون عندهم يعني واحد الاتفاقيه ديال التبادل يعني رخص السياقه. يعني كي راكم كتعرفوا ماشي كاع اي واحد يجي يقدر يبدل البيرمي ديالو هنا في فرنسا. كاين بعض الدول، يعني نعطيكم بعض الدول، عندك اندونيسيا، عندك سوريا، عندك العراق، عندك افغانستان والقائمة طويلة. هادو ما كيقدروش يغيروا بيرمي هنا في فرنسا. يعني القائمة طويلة خصكم تدخلوا لا ليست ديال لي بيرمي كي سون اكسيبتي هنا في فرنسا. مثلا حنا نهضروا على الحالة ديال المغرب والجزائر، عندهم الحق يبدلوا هنا في بيرمي. هادو يعني مقبولين. اشنو خصك يكون مثلا ريتريتيجي اون فرونسي؟ الا كان البيرمي ديالك راه الي اون فرونسي مكتوب يعني عربي فرنسي، هنا ما كيطلبوكش تراديكسيون. الا كان البيرمي ديالك ما فيهش ترجمة، ضروري تجيب لهم ورقه ديال البيرمي مترجم، يعني من مترجم مقبول عندهم يعني محلف. افوار لاج مينيمال بور كودوير اون فرانس. هذا يعني لاج مينيمال هنا في فرنسا يعني 18 سنه باش كتكون عندك رخصه السياقه هنايا. كاين شي دول يعني كيكونوا اقل من الناس 18 سنه كيقدروا يسوقوا. هنايا في فرنسا الا جيتي بداك البيرمي وعندك اقل من 18 سنه ما كيخليكش تسوق في حاله يعني
كاين هنا ديك لا كوندويت كومباني اكومباني، كاين بزاف د الحوايج. افوار فوتر ريزيدونس نورمال اون فرانس، خصك تكون ساكن يعني ريزيدون اون فرانس، ماشي غير كيما قلت لكم جيتي سياحه ولا شي حاجه ولا داكشي ما مقبولكش تبدل البيرمي. افوار ان تيتر دو سيجور اون فاليديتي، خصك يكون عندك السيجور ديالك في فرنسا يعني كارت سيجور فاليد. Avoir réussi l'examen du permis lorsque vous aviez votre résidence normale dans le pays de délivrance du permis. تكون عندك يعني الإقامة في ديك البلد اللي دوزتي فيه، يعني كي بحال قلت لكم ماشي مغربي مثلا أو جزائري عايش في المغرب أو مغربي عايش في الجزائر مثلا وكان دوز فيها بيرمي، خصو تكون في ديك الوقيتة فاش دوز داك بيرمي تكون كانت عنده الإقامة في داك البلد. ريسبكتي لي زيفونسييل بريسكريسيون بريسكريسيون ميديكال نوتي، يعني الا كنتي كتهز النظاظر مثلا خصك تكون تريسبكتي بانك كدير النظاظر، يعني هذاك الشيء اللي مديول لك في بيرمي. سي نيسيسار افوار باسي ان اكزاما، الا كان يعني شكو فيك ولا شي حاجه غادي يقول لك خصك تجيب لنا واحد اكزاما ميديكال دابتيتيود دابتيتيود ا لا كوندويت، يعني ضروري. نو با افوار اتر سانكسيوني بار اون سسبونسيون ا روتري ou une annulation de votre droit de conduire. Et là, quand عندك le permis مثلا يعني حيدوه لك في البلد ديالك او عندك شي لانيولاسيون يعني ملغى البيرمي ديالك ملغى، يعني مثلا راه ما تقدرش يجيو يبدلوه لك هنا، مثلا لغاو لك البيرمي في البلاد ديالك وجايبوا لهم بغيتي تقلبهم زعما وبغيتي تبدلو هنايا، ما الا كنتي مثلا قالك لك نو با افوار اتر سانكسيون اون فرانس افون دافوار اوبتوني ان بيرمي دو كوندوير دون ان اوتر بي اوتر ايتا. يعني كاين دابا اللي كيكون هنايا مثلا ممنوع عليه يسوق هنا في فرنسا، ممنوع عليه يدوز هنا بيرمي مثلا في فرنسا حيدوه له مثلا، كاين شي كيدوزو في بلاد اخرى وكيجيبو لهم كيبغي يبدلو لهم هادو صحاب الاخر، هادو يعني ما كيقبلوه لهمش هنايا. ندوزو للحاجه الاخرى هما الوراق. دابا مثلا شنو هما الوراق اللي خصك تجيب؟ دون كيل ديلي دوموندي لي شونج دو بيرمي. ملي كتدخلو خوتي هنايا لفرنسا جيتي يعني إقامة، جيتي فيزا ولا جيتي متزوج، جيتي فيزا كونجوا فرونسي ولا جيتي فيزا ريغروبمون فاميليال، راه عندك مدة ديال سنة، مدة سنة تبدل فيها بيرمي. فديك المدة سنة تقدر تسوق بالبيرمي ديال البلاد ديالك عادي، ما كاين حتى شي مشكل، ولكن من بعد سنة سنة ونهار كيولي داك البيرمي ديالك غير صالح وما تقدرش تبدلو. هادي خوتي خصكم تكونوا عارفينها. ما بالنسبة اللي شاد اللي عنده كارت سيجور، البروميير كارت سيجور موان دانو ابخي لا دات دو غوميز، موان دانو كلشي موان دانو، تيتولاغ دان فيزا لونغ سيجور موان دانو حتى هما باغ لو فيغ، خصو تكون فاليدي الفيزا. اون فوا تفاليدي الفيزا وتجيب داك الكود بانك فاليديتي الفيزا ديال السيجور ديالك كتدفع. هذا الشيء تيتولاغ دان ريسيبسي ام حتى هي الا عندك غير ريسيبسي موان دانو. كومون فيغ لا دوموند، نشوفو كومون فيغ لا دوموند. الاوراق اللي خصك تجيب دابا باش تبدل هاد البيرمي هذا اونلاين، اول حاجه كيطلبوا لك البيرمي اوريجينال ديالك تصوروا كولور، يعني تسكانيه لهم كولور، الترجمه في حاله الا كان البيرمي ديالك مغير فرنسي مغير مكتوب بالفرنسيه، جوستيفيكاتيف ديدونتيتي يعني كارت سيني كارت سيجور ديالك او الباسبور ديالك، ملي كتكون مازال ما شديتيش الاخر كتكون عندك غير فيزا، justifier la domicile justificatif de domicile moins de 6 mois aussi justificatif de régularité de séjour يعني الا كنتي جاي فيزا دو لونغ سيجور خص تكون عندك الفاليداسيون ديالها تكون عندك الفاليداسيون ديالها attestation de droit à conduire de moins de 3 mois. هادي يا خوتي هو اللي كيبقاو فيها يعني الناس كيجي ينساوها، يعني هذيك الورقه اللي خصكم تجيبو من البلاد، خصكم تمشيو للترابو بوبليك تجيبو واحد سيرتيفيكا دونتونتيسيتي دو بيرمي دو كوندوير، هاد الشهادة هادي كتبت أن البيرمي ديالك راك دوزتي في المغرب وراه من صالح وراه عندك الحق تسوق به، يعني ماشي مأنولي ماشي مزور ماشي ماشي. إلا ما جبتوش هاد الشهادة خوتي راه ملي كتجيو تدفعونا كيطلبوها لكم ما كيعطوكمش بيرمي. Si vous n'avez pas la nationalité de بدل الا كنتي ساكن مثلا غير في المغرب، انت جزائري ساكن في المغرب او جزائري ساكن المغربي ساكن في الجزائر، كتجيب لهم بانك كنتي مقيم في ديك البلاد نهار فين دوزتي البيرمي. بالنسبه للناس اللي كيقول لك واش كيعطيونا البوالوغ، كيطلب كيعطوا لكم حتى البوالوغ الا كنتو جايبينه من البلاد. سي فو زافي ان بيرمي لوغ افي ميديكال دابتيتود على كوندويت دي كاتيغوري لوغد
و ديكلاراسيون دو رينونسياسيون او كاتيجوري لون. يعني الا كنتي كتسوق البيرمي الاخر كتجيب واحد كتجيب مع واحد لا فيزيت ميديكال، ولا يعني كنتي مازال لسه يعني ديك الورقه اما كتثبت بانك راه عندك الحق تسوق ولا راه ما عندكش الحق تسوق بوالو. Si votre permis a été annulé ou suspendu d'ici dans les stations ou de suspension, courrier informant de l'obligation d'échange adressée par la préfecture. Et là, quand le permis est annulé ou suspendu, خصك واحد الورقه كتثبت انه حيد هذاك المنع، ترفع عليك ذاك المنع باش تقدر تبدل البيرمي. هادو يعني هما الشروط اللي خصكم يتوفروا فيكم اخوتي، هادو هما الوثائق اللي خصهم يكونوا عندكم. هذه هي لا ليست ديال الوثائق، يعني هي قدامكم راه بالفرنسيه، انا ترجمتكم بالعربيه باش هذه يعني باش تعرفوا يعني. دابا خوتي شنو هو الموقع فاش نديروا هذه الاجراءات؟ ها هو الموقع دوموند اون لين دي شونج دو بيرمي كوندوير، كتبركوا على هنايا اكسيدي او سيرفيس اون لين. انا ما عرفتش نقدر نعطيكم يعني جميع يعني الاخر، غنوريكم كيفاش غادي ديروا تدخلوا، وخصكم تسجلوا ضروري. انا ما عرفتش نتسجل لانني مسجل، مي غادي نوريكم يعني كيفاش ديروا تسجلوا. كتجيو لهنا كديروا مون كونت، خصكم ضروري تفتحوا كونت هنا في هذا الكونت اخوتي. علاش كيصلح هذا الكونت؟ ضروري اي واحد يعني بغيتي تبدل البيرمي، ما بغيتيش تبدل البيرمي، بغيتي دير شي حاجه، ضروري خصو يكون عندك كونت. علاش هذا الكونت اخوتي؟ هذا الكونت هذا اخوتي كينفعكم بزاف د الحوايج. ملي كتشري الطوموبيل كتبغي دير كارت كريس كديرها في هذا الموقع هذا، كتبغي تبدل البيرمي كتبدلو في هذا الموقع، كتبغي تخلص لي زاموند كتخلصو في هذا الموقع، كتبغي دير تبدل العنوان كتبدلو في هذا الموقع، كتبغي تشوف شحال عندك ديال لي بوان ديال البيرمي ديالك، شحال عندك ديال النقاط كتشوف في هذا الموقع، المخالفات ديالك كتشوف في هذا الموقع، كلشي. يعني خصك تحافظ على هذا الموقع هذا، هذا الكونت خص الكود والمود باس ديالو ما خصوش يتجلى لك اخوتي، خصكم يكون عندكم هنايا اخوتي. صافي انا في هذه المرحله هذه ما عادش نزيد نطول معكم لحقاش وصلنا للتسجيل. كديروا هنايا الا كان عندك الكونت راه كيكون عندك هنايا، كدير الكود ليدونتيفيو المود باس، ما عندكش كدير جو كريي ان كونت. ها هي جو كريي ان كونت كيعطيوك صافي، كتعمر هذه المعلومات ديالك من هنايا، كدير هنايا جو سوي ان بارتيكولي، ماشي شركه ماشي شي حاجه، كدير بارتيكولي الكنيه ديالك، السميه ديالك، لادريس ايميل خصها تكون صحيحه، دير هذا الكود كديرو هنايا، كدير جاكسيبت، جي كريي مون اسباس. ملي كتكري طون اسباس كتسنى كيجيك الكونفيرماسيون في الايميل ديالك، تتبرك على ديك الفاليداسيون كونفيرماسيون، كتولي صافي كتحل لك الكونت، كتسكاني الاوراق كما قلت لك، تتعمر داك الفورمولير اللي يعطيوك من مور هذه المرحله. لحقاش انا ما قدرتش نزيد دابا، يعني وصلتكم لهذه المرحله هذه اللي هي كما قلت لكم مهمه. هذا الموقع هذا كما قلت لكم حافظوا على داك الكود لحقاش تحتاجوه باش تبقاو تتبعوا المراحل ديال الكارت غريز ديالكم، المراحل ديال لي بوان ديالكم، المخالفات ديالكم، كلشي غادي تعرفوه عن طريق هاد اونتيس. كيتسمى اونتيس، حنا كنقولوا اونتيس هي كتكتب غير اون، ها هي بحال اون اون بوينت جوف بوينت اف ار مون اسباس سانسكريغ. خوتي كنتمنى هاد الفيديو هذا يكون فيه فائده لكم اخوتي العزاز، وكنتمنى نكون شرحت لكم كما يجب، ونتمنى اخوتي تكونوا يعني الافاده ان شاء الله اخوتي. اللي عنده شي سؤال نيزيتي با دو مو كونتاكتي، راه ديما كنخلي لكم كومي سابيل مون جيميل سوغ لي فيديو هذاك في لي كومونتير، يعني اللي محتاج شي معلومه مرحبا اخوتي، ضروري ما تنساوش هذيك. يعني الفيديو ان شاء الله الجاي غادي نهضر لكم على كارت كريز، نهضر لكم على لاسيرونس، كيفاش ديروا الكارت كريز، كيفاش ديروا لاسيرونس. اللي يعني مهتم بهذه المواضيع اخوتي بقاو تخلوا لنا، يعني انكم هذا الشيء اللي كنقول لكم راك فيه الفائده، انا كنقول لكم اخوتي اللي فيه الفائده ان شاء الله نبارطاجيه معكم، اللي ما فيهش الفائده اخوتي راه ما كنهضر لكمش عليه. تحياتي اخوتي ومع السلامه، والى فيديو او ولقاء جاي ان شاء الله.